طيب مو بكير؟ على شو بكير؟ كل ما بفتح معك الموضوع بتأجليني. قديش بدي ضل عم بستناكي؟ باينتو ما في أمل. سلام. راتب لوين رايح؟ قسما بالله العظيم معك برجيكي وشي، أنا ما بدي أعيش بوهم. مين قال لك وهم؟ أنت ليه هيك عم تحكي؟ لكن هذا شو بسميه؟ أنا بدي إياكي وأنت عم تطنشي. راتب راتب أنا ما فيني أعيش بدونك، أنت صرت كل شيء بحياتي. يعني أنت بدك ياني ولا مونونة؟ من شان الله أحكي. أنت بتعرف إنه أنا بدي إياك ومن زمان، بس أنا كنت عم بستنى الفرصة المناسبة. ويمكن معك حق، يمكن صار وقتها. عن جد عم تحكي أنسة ليلى؟ الله يسامحك، هلأ صرت أنسة ليلى؟ أنا ما بصدق إمتى تقلي ليلى على قد ما بتطلع حلوة منك. بعدين مو أنا بدي أصير مرتك على سنة الله ورسوله؟ كيف لكان؟ يعني أنت موافقة أنه نخطب؟ لا مو موافقة. شو؟ يعني ليش لحتى ما وافق؟ صحيح أنت أحياناً بتخوفني لأنك ما بتخاف من حدا، بس أنت رجال شهم وألف بنت بتتمناك. بس أنا ما بدي غيرك. أنت ما بتعرفي مكانتك عندي يا ليلى. بلا بعرف. وكيف بتعرفي؟ بعرف من عيونك. عيوني؟ عيونك. استني راجع لك. وين رايح؟ ما بطول. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. صدق الله العظيم. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين راتب. طمني عنك وعن صحتك، إن شاء الله بخير. الحمد لله، نشكر الله عز وجل. شيخي من بعد إذنك بدي إياك تروح معي مشوار. تكرم يا راتب، عيونك. شري يا رب. يا الله. أنسة ليلى، هاي الشيخ عبد العلي بذات نفسه اجى معي. السلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام شيخنا، اهلين. يلا امشي معنا. لوين؟ شو لوين؟ لعندكم على البيت، بدي اطلب ايدك من امك. كيف يعني هيك؟ لا لا راتب مو ظابطة، انا لسه ما فاتحت امي بالموضوع. مفاجأة أحلى. جاهز شيخي؟ أنا جاهز يا راتب، على بركة الله. شو قلتي؟ وأنا جاهزة. من بعد إذنك يا أم ليلى، إيش كان ما عندك مانع أكون أنا وكيل العروسين، كون العروس ما عندها وكيل، وراتب أنا وكيله، والشهود موجود. طبعاً شيخي، طبعاً ما عندي مانع. اتكلنا على الله. حط ايدك بايدي يا راتب. بسم الله الرحمن الرحيم. زوجتك موكلة ليلى على سنة الله ورسوله. ما بتتخيلي يا مرت عمي قديش تشرفت بمعرفتك. يا حبيبي ربك مرتب هالكون، مرتب انه تجتمعوا مع بعض وتصير هالمفاجأة الحلوة. بدكم الحقيقة؟ أنا لهلا مالي مصدقة، حاسة حالي كأني بحلم. لك شو حلم ما حلم؟ أنتِ بحقيقة يا ليلى. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معكم. الله معكم. يسر. تقبري قلبي. تقبريني. تقبري قلبي. احكي لي أم زكي. شو؟ شلون جوازتك من أبو معروف؟ الحمد لله ماشي الحال. إلا كنت دغري ما كنت حابة هالجوازة، لكن شو بدي ساوي؟ إجا النصيب وتجوزنا.
ليكون عم يعذبك. أنا يعذبني بيسترجي ليش؟ أنا مزكي حبيبتي، مزكي أنا. تفضلي خالتي مزكي. تفضلي. كيف سموا هالإيدين يا حق؟ الله يسلم إيديك يا أمو. قلت لحالي أكيد أم زكي مبسوطة بجوازتها، مشان هيك ما عدنا شفناكي. يعني هو أنا مبسوطة بس مو مثل ما بدي. يو شو اللي معكرك أم زكي؟ ضرتي ضرتي يا خيتي، مو مريحتني. الله لا يريح على هي ولا بنتها يا حق. إيه سعيلها بجوازها وخلصي منها. ولي على عيونها، مين بده ياخدها هي؟ مين بده ياخدها أم لسان طويل؟ أنو أعمى اللي بده ياخدها بس قليلي؟ لا والله كل شيء ولا طولة لسان. يا لطيف، أنو أعمى قلبي اللي بده يقرب على وحدة لسانها طويل أطول منها وليها على عيونها؟ يا الله يبعث نصيبها يا حق ونصيب كل بنات الحارة. آمين يا رب العالمين. بركي بتريح لي مقي أنا وأبو معروف. شو بدي أقول لك أم زكي؟ نعم. الله يخليك، وقت بتجي لعندي لا تجيبي سيرة جوازتك من أبو معروف. ليش تقبريني ليش؟ لأنه بصراحة بناتي عم يتحسروا على حاله، لأنه لهلا ما إجاهم نصيب. لا إله إلا الله. قال خلي العسل بكواره لا تجي أسعاره، وما إجت أسعاره، خليه قاعد لحاله، خليهم هلا ليجي نصيبهم. يا رب يا رب تفتح نصيبهم يا رب. كنت عم فكر يا بي، بنت عمي من وقت ما خطبتها لهلا ما اخذت لها ولا غرض معي، عم فكر اشتري لها شي هديه، شو رايك؟ ايوه لك بسام، والله بعرفك راكز. انا شفت عينك يعني سوق دائر والوضع مكركب. معلش يا بي، ناخذ لها غرض صغير بتفرح فيه، حرام خطي. وشو بدك تاخذ لها يا بي؟ والله يا بي ما بعرف، بس على حسب انت قديش بتعطيني. ايوه انت قديش بدها؟ خلي نص ليره مثلا. شو؟ نص ليرة؟ لك العمى؟ لك شو؟ ولا ملاقي طبيرة وأنا ما عرفان؟ لك شو توصف زبنك؟ لك نص ليرة؟ يخرب بيتك، شو بدك تشيلها ذهب؟ خلاص طول بالك يا بي، لا تهز بدنك اللي بيطلع من خاطرك، إن شاء الله عمرها نص ليرة. لك يا حوبي، لك يا حوبي أنت رجال، لك ما بصير شافة مرأة رح تصير حلالك، تضحك بشك ضحكة صغيرة، تقوم أنت تسخسخ وتدوخ، خد هيك هي ربع ليرة وزيادة عليك وعليها. كتر خيرك يا بي، فضلت على راسي. ما بيصير لك ابني، ما بيصير، توزن حالك منيح ما تعلموا الناس، ما بيصير هيك، كبر لي حالك شوي، عيب الحكي. طول بالك يا بي، هي شافت هدية بنجيب لها اياها، رح تصرعنا فيها للقصة. لك ايه رح اعمل لك اياها قصة، لك يا حوبي، لك انت رجال، بكره هذا الكلام بتتذكره وقت بتتجوز، بتقول الله يرحمه يا بي، الله يرحمه يا بي، كان يعلمني منيح. ما بيصير هيك لك أبي. خلصنا يا أبي، إن شاء الله 60 عمرة ما أجيب له هدية، وهي الربع ورقة تبعك ما عاد بدنا إياها، يفتح الله. إيه؟ شو عليه؟ أحسن. الله يخلينا إياك يا ابن عمي، الله يرزقك إلهي. الله يرضى عليك يا أم زكي. ها ما بدي عيدها، بدي أرجع ولاقي طبخ تجازي، مفهوم؟ لك تقبر قلبي على راسي وحياتك لتجي تلاقي أحلى طبخة بالدنيا. الله يخلي لي إياكي، يا ريتني متجوزك من زمان يا أم زكي. يا ريت تقبرني، كنت شفت ليلة القدر. زهور دير بالك حضرتك أم زكي، مفهوم؟ على بابوشتي. بابوشة يلي تفجك ولا درتي خرسي. أم زكي تركيها تلعلي، الله يرضى عليك. قولتك بدك شيء؟ بدي سلامة قلبك تقبرني. يلا دعي لي سلامة. روح الله يكون معك، الله يكون معك تقبرني، الله يكون معك يا حق إلهي. أنا اللي جديدة على قلبه لذيذة، وحمل الحديدة وبلطه من الجنبين، وآه يا يمه ومن جوز التنتين. يا مو نحن لازم نبيع البيت بسرعة. بإذن الله رح بيعه ورح خليهم هن الاثنين ناموا بالشوارع. أبو نحلة عمال مثل ما عم بقول لك، روح ادفع له ديناته للزلمة، ما لازم تتأخر عليه، عيب هيك عيب. لك يا قرية ليش عزيزي ما طالبنا مصاري وأنا عم كبر يعني هيك ربحنا أكثر، وأول ما يطالبني دغري بروح بعطيه إياه. لا عاد تغير كلامك، ما كان هيك على أساس أول ما تجمع مصاري تروح تسد ديناته. يا
ايه مظبوط. ايه لكن روح وسديناته للزلمة، عيب. هيك قلتي؟ ايه هيك قلتي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.